فيديو النهاردة هقول لك على أفضل التمارين لزيادة سرعة الجري بالكورة وبدون الكورة. شوفك بعد الانترو. الأول هنحتاج 10 أقماع ونحطهم بالشكل ده. مش لازم أقماع، ممكن أي حاجة، زجاجة مياه، مناديل، أي حاجة عندك في البيت. والمسافة بين كل كوم عقول اللي قصاده بتخليها مثلا متر أو أقل، والمسافة بين كل كوم عقول اللي قدامه دي بتعتمد على حسب المساحة اللي أنت بتتمرن فيها. فلو بتمرن في الملعب خلي المساحة كبيرة، لو بتمرن في المنزل خلي المساحة صغيرة شوية. والمسافة برضه هتعتمد على لياقتك البدنية، فلو لياقتك البدنية عالية فخلي المسافة كبيرة. هتروح من البوابة الأولى للبوابة التانية بدون الكرة، وترجع تاخد الكرة وتروح من الاولى للتانية بالكرة، وترجع تاني للبوابة الاولى، وبعد كده تروح من الاولى للتالتة بدون الكرة، وترجع تاخد الكرة تروح من الاولى للتالتة، وهكرر الموضوع ده لحد ما توصل للبوابة الخامسة. كرر التمرين ده 5 مرات متتاليه، وهتاخد راحه بكل مره والتانيه. وعشان تقيس سرعتك وتعرف هي بتزيد ولا لا، احسب الوقت اللي بتعمل فيه التمرين كل مره. وندخل على التمرين التاني، هنحتاج 11 قمع وهنبدا نحطهم بالشكل ده. وبعد كده هتجيب الكوره وتحطها في المنتصف، هتبدا تجري بين الاقماع بالشكل ده لحد ما توصل للكوره، وتجري بالكوره لحد ما توصل للبوابه الاخيره. التمرين ده برضه 5 مرات متتالية، وهتاخد راحة دقيقة أو دقيقتين. التمرين التالت هتحتاج 5 أقماع، هتعمل 4 على شكل مربع وتحط القمع الخامس في المنتصف. والمسافة بين الأقماع هتعتمد على حسب المساحة اللي تتمرن فيها، وهتعتمد برضه على حسب لياقتك. هتحط الكرة في المنتصف وتبدأ تروح لأي قمع بدون الكرة، وبعد كده ترجع تاخد الكرة وتروح للقمع اللي قصاده، وبعد كده ترجع للمنتصف تاني وتروح للقمعين التانيين. برضه 5 مرات متتاليه، وهتاخد راحه دقيقه. مهم جدا وانت تعمل التمارين دي انك تعمل 5 حاجات اللي قلت لك عليهم في فيديو اساسيات الجري بالكوره بالطريقه الصحيحه، وكالعاده رابط وصل الفيديو في اول تعليق. تقدر تتفرج على الفيديوهات اللي ذكرتها في الفيديو من البلاي ليست دي ومن البلاي ليست دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير على السوشيال ميديا عشان غيرك يستفيد والفايده تعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم عمر شلتوت، واشوفك فيديو السبت القادم الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.